لعنة الله عليك يا ابو هواش. هذا اللي احنا شاطرين فيه بس. اعمل القهوة مرة يا زاهي. تعال تعال. سمعت انه بيساوي بخالك الحاج فواز نصيب راغدة في الارض. ايه ارض فواز وبس؟ ليش نروح بعيد؟ ما انت نفسك بيع له. ما كنتش فاهم هيك يا عرفان. وهلقيت فهمت؟ ملعون ابو الحظ. انا غرقان في الدين يا عرفان، بشرب عشان اصحى، ولما بصحى بنسى، وبشرب كمان مره. مش عارف يا عرفان، مش عارف، غرقان في الدين. كل ما بصحى بلاقي حالي غرقان اكتر واكتر. طيب والخمس دنومات الباقيين لك بنظ ابو هواش وارض ابراهيم، عارف انه ابو هواش بلف عليهن؟ انا قلت هيك كمان، قلت. ولا يعني هو مداينك ليش؟ عاشقك في ضو القمر يعني؟ الله، ابراهيم ابوه طلع عزلان. مسألة وقت بس يا عرفان. خالك الحاج فواز عطى الارض والبنت، وعبد الرحيم هج نفد بجلده. عبد الرحيم بحب البنت وبدوش يعمل مشاكل. بيقولوا بيشتغل شوفير على الخط، صحيح؟ اه. ورغدة هالمسكينة شو صار بحالها؟ حالتها بتبكي الطير. أنا عارف شو اللي بدها، يا شلبية ولا شلباية هاي؟ هي أبو هواش بنفذ دسايسها، ومن قبله كان أخوه. راس العين مالها ومال اللي صار لشلبية أبوها قبل 50 سنة. من حين ما رجعت وهي بتفح سمها في البلد، بيحرق الأرض اللي شايلاها حرق. روحي نامي يا بروح. والله حزن امك كان في الدنيا. لسه بتحبها؟ صدقني يا عرفان، كانت تسوى كل بنات راس العين، كلهم كانوا حاقدين عليها. وهالقيت اجا دور زاهيه مسكينه، الكل بعيرها بامها. صدقني يا عرفان، صدقني يا اخوي، انه هالبنت قلبها ابيض من الحليب. أنا قرفان وقلبي مكبوض. الشرب راح يقتلني يا عرفان، راح يقتلني.